ما حكم اقتناء التلفاز والنظر اليه، واذا كان ذلك جائزا فما حكم نظر المرأة الى الرجل في التلفاز بغير شهوة؟ التلفاز آفة وخطر على الإنسان، لا سيما في الوقت الأخير لما صار يجيب القنوات الفضائية من الخارج ويجيب شرور، فهو لا خير فيه، واللي يريد النجاة لنفسه ولزوجته ولأولاده يبتعد عنه. نعم، احتياطا لدينه. نعم.